ألف يوم انقضت مذ أعلنت مملكة الشر السعودية حربها العدوانية على الشعب اليمني الذي يوصف بأنه واحد من أفقر الشعوب العربية، لكن سنوات الحرب أثبتت أنه شعب غني بعقيدته وصموده وشدة بأسه. إذا أفشل عدوانا اشتركت فيه 10 دول خانعة وذليلة تسير في ركب أعداء الأمة الذين لا هم لهم سوى تمزيق الأمة الإسلامية وإضعافها ونهب خيراتها. ألف يوم من العدوان لم تشفي غليل آل سعود المتعطشين لسفك الدماء، إذ قتلوا آلاف الأطفال والنساء والشيوخ وفرضوا حصارا على ملايين اليمنيين ممن لا يصل لهم رغيف من الخبز أو جرعة ماء صالح للشرب، حتى حصد وباء الكوليرا أرواح الآلاف منهم. هذه المذبحة لشعب كامل يقف العالم متفرجا عليها حتى كأن الضمير الإنساني قد مات، إذ لم يعد يهم دعاة الديمقراطية وحقوق الإنسان سوى بيع أسلحتهم للفتك بهذا الشعب الصابر. The situation is very seriously deteriorating. لكن يمن الحكمة لا زالت صامدة، ولا تزال هامات أنصار الله وأحباؤه عالية تناطح السحاب، وهي تدك أوكار آل سعود في عقر ديارهم لتذيقهم بعض الألم الذي تجرعه وما يزال شعب اليمن. عدوان سيرتد على آل سعود ويطيح بملكهم الذي بدأت بشائر تهاويه تلوح في الأفق. بعد اعتراض الصاروخ سقطت الشظايا في شرق مطار الملك خالد الدولي. هذا التصعيد الخطير من الجماعة الحوثية المسلحة، لم نكن نصل إلى هذا التصعيد لو لم يكن هناك داعم